النقطة الثانية كن مؤدب ولا تتجاوز على الأستاذ وعد تاج رأسك، واضح؟ وإلا أنت إنسان كذاب. مين اللي يتكلم في الإيميلات؟ سؤال بس يا ميسا، مين اللي يتكلم في الإيميلات؟ اتفقت معك على مناظرتين، ممكن مناظرتين في الغيبة، وهربت ونكست على عقبك في مناظرة رزية الخميس في قناة الأحواز، كذبت وهربت. والكذاب ليس له دين. الكذاب ليس له دين اصلا يعني. فحينما تتكلم مع سيادك خليك مؤدب. اذا تكلمت مع سيادك ومع تاج راسك خليك مؤدب. فهمت؟ طيب استاذ وليد، استاذ وليد تسمعني؟ خلصت كلامك استاذ وليد، خلصت كلامك. اسمعني بس يا وعد، اعطيني 30 ثانيه. وعد 30 ثانيه، اعطيني 30 ثانيه استاذ. استاذ يا مكرم اعطيني 30 ثانيه فقط لو سمحت. 30 يمكن على جنب دلوقتي خلاص. انت دخلت في موضوع ثاني وانا مش بصراحه مش فايق لك. خليني مع المساوي. اعطيني 30 بس. لحظه سين، خلى روضه. اعطيني 30 ثانيه. لا خليني مع ميسا. حاج وعد، اسمعوني يا اخواني وخلي وليد الآن يكذبني امام الجميع، وانا مستعد اباه لامام الجميع. اقسم بالله يا اخوان، الرجل كان يدخل عندها في البالتوك في غرفة الغدير، وكانت أخت مستبصرة هكر جهازها وهددها بالصور، صورها هي وزوجها. هذا الذي يدعي بالدين الآن ويقول الآن يلاعبني الآن على هذا إن كان كذب. هذا الذي يدعي بالدين الآن، أقسم بالله هكر جهاز أخت مستبصرة وهددها بصورها وينشر صورها، ينشر صور امرأة مسلمة، امرأة مسلمة ينشر صورها ويهددها بصورها الزوجية. يا جبان، يا عديم الدين، يا عديم الغيرة، يا عديم الشرف، يا عديم الدين. انت انسان بلا دين، انت انسان ما عندك دين. انت لا عربي، اسمعني، لو عربي وعندك غيرة ما تهدد امرأة، بس انت لا عربي ولا عندك غيرة ولا عندك دين. هاي الافعال العربي ما يفعلها. الانسان الشريف العربي الحر ما يهدد امرأة، مسلمة. وانت انسان ما عندك غيرة، ما عندك شرف، ما عندك عرض، ما عندك ناموس. الناس اللي ما عندك ناموس،